دي بتهتم بالسوشيال ميديا؟ لا مش عايزه اهتم بيها، بس هي شيء اتفرض علينا وظلمانه على فكره كتير قوي. يعني بتتضايقي لما بتشوفي اي تعليقات سلبيه؟ بتضايق وبتضايقش، يعني اصل في حاجات بتضايقك لو هو بروفيشنال في الشغل وبيكلمني عن دور او مثلا يجي حد يقول لك ايه مناخيري الكبيره عامل ايه؟ طب ما ربنا يعني هتعيب على الخلق، متعيب يعني انت بتعيب على خلق ربنا ولا انت؟ لا انا واحده كل الناس بتقول عليها حلوه اصلا، يعني يعني مش مهم مناخيري حلوه ولا وحشه. لا الناس يعني بتقول عليكي كلك. انا عايز اسال سؤال بس، هي زينات صدقي كانت قمر؟ لا طبعا، بس كانت عبقريه. الفنان مش لازم يبقى ملك جمال يا جماعه، وانتوا ليه مطالبين الفنان يبقى 24 ساعه فل جميل؟ لا احنا بني ادمين، وده فنان بيعمل كل الشخصيات، وانا لازم يا عم علي الشريف كان حلو. لا خالص بشوفه قمر، هو كده، هو كتير قوي وشخصياته موجوده. هو انت ليه بتحكم عليا مناخيري كبيره وعامله عمليه تجميل ومش عارف؟ يعني ده مش موضوعنا، فدي حاجات ما مش فاهمه. في حد استفزك مره انك تردي عليه على السوشيال ميديا؟ اه رديت على كلمه، عشان انا الكلمه دي دايما انا رد بحبه، هتعيب على الخلق ام تعيب على الخالق؟ لما اقول لك انت مناخيرك كبيره رجلك رفيعه مش عارفه، بتعيب على مين؟ انا ولا انا ما عملتش ده؟ انا ما عملتش ده، اذا انت بتعيب مين؟ على اللي خلق. ففوقه، لان احنا مش فايقين، احنا مش فايقين، احنا بنعمل حاجات غلط كتير قوي. فانا الحاجات دي بص كده بتضايقني، وبعد كده ابتديت وناس بتقول انا مالها، انا ربنا خلاني كده وانا فرحانه ان ربنا خلاني، الله ده انا بيتقال عليا حلوه الحمد لله. طب وايه اكتر اشاعه سمعتيها ضايقتك؟ جوازي وطلاقي وحملي وعلاقاتي. جوازك وطلاقك ويحملي كل ده حصل؟ انا عملت حاجات كتير قوي قاعده في البيت. يعني انا اولا اتهموني بعلاقه في بدايه حياتي، ودي كانت اول صدمه، ان انا مصاحبه رئيس القناه لما اشتغلت في لندن. اصل ازاي بس لسه متخرجه و محدش عارف ان انا كنت ساعتها بشتغل قبليها في سلطنه عمان، وفي ناس شافتني في سلطنه عمان. ممكن انا اصلا المكالمه جايه لي وانا في سلطنه عمان، ما اشتغلت في التلفزيون العماني، ما جاتليش في مصر. ما جاتلكيش انت في مصر خالص، واتخضيت وكنت بدرس، قلت لهم يا جماعه انا لسه بدرس، ورحت لبابايا قلت له انا عايزه في لندن، قال لي خلصي جامعتك واعملي انت عايزاه، انا مهمتي اوصلك لغايه نهايه الدراسه، لكن ما فيش حاجه اسمها مش هتعيش حياتك حاصله على ثانويه عامه. فمحدش عارف ده، ففجاه واحده مصريه بقت هناك، فبقيت انت بعلاقاتك، وفجاه بقى انا ما اعرفش حد. ده انا قعدت اعيط يعني هناك. غير كده جوازي 50,000 مره. اتجوزت في السر. ليه اتجوز في السر؟ لما اتجوزها ما اتجوز عادي زي الناس. ليه؟ ايه الحكمه؟ انا مثلا متجوزه في السر ليه؟ يعني اتجوز في ناس تقول لك عشان نفضل محافظه على فكره ان يبقى في معجبين، وان في ناس ده يعني اكتر واحده بنشر صور انا وجوزي على فكره. آه يعني تقريبا احنا خرقنا الطبيعه بتاعت طبيعه الفنانه. اتجوزت ازاي؟ يعني حصلت ازاي؟ انا ما كنتش بفكر في الجواز خالص يعني، يعني او كنت في الفتره دي خلاص زهقت موضوع ان انا ممكن اتجوز اصلا، خلاص شغلي بقى شلت الموضوع من دماغي. اه شلته، يعني كان بقالي 5 سنين، وايام الثوره كان في ضغط عصبي والمستقبل كله بيضيع، فانت ما فيش تفكير لجواز وبيت وعيل في البلد طبعا. دي خالص اصلا يعني الدنيا ما كان لا وقتها بالنسبه لك بتفكر تخرج بره البلد ازاي، مش تفضل فيها ازاي، تفكر صح. في اسره وتجيب عيل ازاي وانت سامع صوت مولوتوف وناس بتصرخ وكل يوم، الوضع ما كانش مستقر خالص. في الفتره دي هو ظهر في حياتي، كنت رفضاني ايه يعني، هو ظهر في خروجات في الساحل، احنا رحنا في الصيف وقعد سنتين واحد بيعكسك